صلوا على النبي ولا كلمة. قالوا اسمع، قالوا يصحصح معايا ويسلك ودانه. في امر من سيدي عاصي
من هذا الليلة مفيش غنى، قصدي يعني من هذا الليلة تمرحنا مش هتطلع اي مولد او فرح. الافراح ممنوع لما يتم مفيش مانع. ايه يعني تمرحنا مش هتغني؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ولا عطوة بتلوزة مش كده ماما؟ مش كده بعدين اقول لكم، بعدين مش قدام الناس. ولا كلمة ولا كلمة. ها من هذا الليلة تمرحنا خلاص، تمرحنا فركش. ما تتكلم يا تفروت بقى، في ايه؟ ما قلت لك يا نزهة بعدين اقول لك، بعدين مش دلوقتي، مش دلوقتي. من هذا الليلة تمرحنا خلاص فركش، ممنوع الموالد، ممنوع الاغاني، ممنوع الافراح، واللي بيحصل في الموالد وكله في الموالد يابا، كله في الموالد. انتوا هتمنعوا الموالد ولا هتمنعوا تمرحنا؟ انت تسكت خالص وتربي عيالك، مفهوم؟ زي ما قلت ممنوع الاغاني والموالد والافراح. لماذا؟ لماذا؟ لانه لما تمرحنا بتغني بيحصل زحام، ولما بيحصل زحام بيحصل انسجام، ولما بيحصل انسجام الناس بتقف ورا بعضيها، ولما بيحصل الناس بتقف ورا بعضيها بيحصل سيدي عاصي العيب الحاجات دي. ايه هو ده؟ طب الفرح على نزهة ده بكره. نعم. ممنوع كمان تغني في فرحنا؟ ثانيه واحده نشوف القرار. وريني تغني في فرحكم ولا ما تغنيش في فرح. ثانيه واحده، ادي القرار معانا اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خليك معايا يا سيدي، ادي القرار، بند 17، بند 17 اهو، بند 17، وممنوع تغني في فرح عطوة ونزهة. الورقة مقلوبة. الورقة كانت مقلوبة، معلش العتب على النظر. اعدلها اعدل اخوي. خليك معايا برضو، بند 17 برضو ما يتغيرش. شوف بند 17 بيقول لك ايه؟ وممنوع. لا يا سفروت ضحك عليك، الورقة كانت معدولة. الورقة كانت معدولة؟ مش عيب يا واد يا عادل؟ تضحك عليا والورقه كانت معدوله؟ مقلوبه. مقلوبه ولا معدوله؟ نعدلها. يعني نقلبها ولا نعدلها؟ مقلوبه. مقلوبه ولا معدوله؟ نعدلها. نقلبها ولا نعدلها؟ معدوله. ما تخليكم معايا، نقلبها ولا انا عارف. ايه ده؟ هات الورقه. ورقه هات الورقه. على إلهي ربنا يهدكوا يا بعض. عايزين مننا ايه يا واد؟ ما تسيبونا في حالنا، كافيين خيرنا شرنا يا ناس. قال لي قاعدين يكتبوا شهر الجايين. عايز ايه يا واد؟ نعم نعم يا خود. قول لي يا واد، سيدك النكد ده عايز ايه مننا يا ناس؟ يا عالم يا هو، مش كفايه الحجر اللي كل واحد فينا شايله على قد وصابر؟ مش كفايه؟ سيبك، عايز مننا ايه؟ شيل الورقه دي. مالكيش دعوه بسيدي. نعم يا خويا. بقول لك مالكيش دعوه بسيدي. وانا ايه اشكلها لك عشان تعرفيها؟ شكلها لي يا ابن الجهلة. جهلة؟ اه. ترمي نفسك يا نعمة. محترمة نفسك غصب عنك وعن اللي جابوك. ترمي نفسك يا نعمة. لا حتى كله ظهر. نعمة ما تودنيش في داهية الغيطان لهودان. ايه يا ابن الزنبليطة اللي انت عاملها من الصبح؟ قررت مقلوبة وقررت مش مقلبة. يعني ايه كلامك ده؟ تمرحينا ما تغنيش فرح عطوة ونزهة بنتي؟ ليه؟ دي بنتي الوحيدة. يعني انت يرضيك اللي بيحصل في الافراح يا عم صابر؟ وايه اللي بيحصل في الافراح يا عم سفروت؟ يعني ما انتش عارف يا عطوة؟ بيحصل اجتماعات. طب وماله؟ ولما بيحصل اجتماعات بيحصل لمة وزيطة وزحمة والناس بتجيب في سيرة بعضيها. كل ده كلام فارغ، انتوا مش عايزين تغنوا خلاص. يا ابني قلت لك خليك في نفسك ورب عيالك. قلت لك ما عنديش عيال. يبقى عيال امك. شوف الواد، مش عايزيننا نفرح ونتجوز ونخش دنيا، مش عايزين الصبايا اللي زي الورد اللي زي تفرح. يا عيني عليك وعلى بختك المدوحس يا نعمه. يا انا هعمل فرح وتمرحين هتغني فيه واللي يحصل يحصل. يا ابني عطوه، قاعد يا ابني بلاش الكلام ده. مات سيبه يا ابني. ايوه تمرحين لازم تغني في فرحك. لازم تغني في فرحكم. حاضر نراجع القرار. ايوه هذا والذي كذلك، انه حيث ذلك ربما ان ولا ان تمرحين هتغني في فرح وهو حر. سامع؟ هو حر. الحاضر يعلم الغيب والغيب ملوش حجة. كل واحد يقول لأخوه لأبوه لأمه، ممنوع الأغاني، ممنوع الأفراح، ممنوع تمرحنا. تمرحنا فركش. تمرحنا فركش. فركش ده يا رح الروم.
راجل؟ رب عيالك يا نعمة. ما عنديش عيال يا اخوي. طب رب شنبك؟ حلقته من زمان يا روح خالتك. يعني انت يا كده يا بياضة زي بعض يا دمانة. بياضة؟ نعمة! عايز ما تقولك حاجة يا واد. ترمي نفسك يا نعمة، شوفي بتكلمي مين. نعم يا اخويا، النبي تتوجس واكسى شعيلة واكسى جرنة واكسى. ده رايح يا واد انت يا واد انت يا واد. عامل عامل اسابه يا اخويا، عمال تشخط شمال ويمين. لكن معلش لك حرمة يترد عليه. نعم؟ حرمة؟ حرمة؟ ايه حرمة دي؟ ايه؟ انا يهمني؟ ويمين النبي لكون قايلة لهم بالخير مراتك. هم الخير من وظلم ايه؟ مالك؟ يهمني؟ ده فاكر يوم الاثنين اللي فات؟ هم الخير قال؟ يهمني احلى. وعلى من الخاف من النسهاويين بتوعنا ولا ايه يا ابني؟ لام الخير قال. بقول لك ايه، ما تلمها وتعال. دي ام الخير دي يا عالم. ايوه. ابص لها البصه من دول، افقعها النظره من دول، قلبها يقع في ركبها. ما تبطل بقى فش. اشاور لها بصبع اليمين تركع عند رجل الشمال. يا فارسني يا كيدني. وبعدين معاك اول ما اخش البيت اقول ام الخير. نعم. تخس النص. بتقول لها ايه؟ قول كمان. تخس النص يا واد انت يا واد. اعتصل عطسه بس عطسي تترعش وتخاف منك لو تدرك في تجري. انت يا واد انت يا واد انت يا واد. ايه مش مصدق؟ بقول لك ايه، ما تلمك. تعالي بتشوف النص. تعالي معايا ولا اوريك بنفسي. تعالي اتفضلي. معاك فين؟ تعالي معايا البيت اوريك. خلينا هنا. لا اتفضلي معايا. انت وقعتك مطينه. ما تبص وراك، ما تبص وراك، ما تبص. ايه بص وراك، بص وراك، بص وراك، بص وراك. يلا يا واد. تتحشك الخلص. ولكن بتجري يا سرفوت. تعال هنا واد. لا ما انا واصل مشوار صغير اول الشارع وراجع. يا واد تعالى. هروح اجيب لي بان شكلس وجاي. السمك هرب من البحر، الارض بقت صحرا. السما مش عايزه تمطر. من يوم ما اتقتل مسعود. مسعود يا عيني علي وعلى شبابك. مسعود الف رحمه تنزل عليه. مسعود كان صاحبي وحريمي. وقف العاصي. عاصي قتله. سمه ولا غرقه؟ معرفش. اللي عرفه ان احنا من يوميها سكتنا، خفنا وسكتنا، لا بنضحك ولا بنفرح، حتى خايفين نضحك. جابر جاي. جابر جاي. جابر جاي. جابر جاي. جابر جاي. جابر
مفيش. طب وحياة النعمة اللي بينا فيه فتة وسرحان. قوليلي يا ضنايا بتفكري في ايه؟ زهقت يا نعمة. زهقت من دي عيشة، زهقت من الحيطان، من البحر، من الشجر، من الهوى، زهقت من كل حاجة. ليه يا نعمة من جوه؟ ايه اللي حصل؟ افهم بس. حاسة بقلبي تايه، بعمري بيضيع. يا اختي كل ده عشان قطر خمرة يا خاطر امر عاصي. يا اختي بالعاصي بلا بتاع. ايه ايه مسيرة تغنى غصب عني. ايه امتى؟ امتى يا نعم يا اختي؟ كم يوم والغمة تنزح يا ضناي. من ناحية امر عاصي ما تحمليش هم، مسيرك تغني غصب عن انف وانف اللي جابوه كمان. يا نعمة ان نسيت امر عاصي مش هنسى امري انا. امرك انت يا ضناي في ايه بس؟ قوليلي انا ليه هنا؟ ايه اللي مقعدني في البلد دي؟ نصيبك يا قلبي نصيبك. وايه مصيري؟ اللي مكتوب لك يا نعيني من جوه. يعني مفيش فايدة، اتكتم او اموت يا اختي بعد الشر ان شاء الله يا رب. العدوين اللي كرهوك. مش قصدي يا ضنايا مش قصدي، بس انا عايزة اطمن عليك. قوليلي انت عايزة ايه بالظبط؟ انا عايزة ايه؟ افهم بسيطة. اي رب عايزة يبقى لي جناحين وطير، عايزة اضحك، عايزة اغني. يا اختي قولي ان شاء الله. عايزة اعيش عيشة هادية وبسيطة ومن غير قلق فيها. قولي ان شاء الله يا رب. قولي ان شاء الله. الله. ان شاء الله يا حبيبتي. عايزه انام واشبع منام ومن غير سهال. يا حياتي يا قلبي. عايزه احلامي تبقى حلوه. عايزه نسيت اقول لك نعمه. قولي يا روح نعمه في ايه؟ امبارح حصل ايه؟ نمت وقت الفجر ساعه. والنبي ايه حصل ايه خير؟ وحلمت حلم غريب. خير خير يا حبيبتي. انت اللي تقولي. حلمت أنا في منامي، حلمت إني صحي والكيب تفور.
دنايا. ايه الخير ده كله؟ خير؟ اه طبعا خير. طب فسريلي. افسر لك قوي يا حبيبتي، انا ورايا ايه غير كده؟ شوفي يا ستي، هيجي لك امير، انما ايه ما تقوليش لعدوك علي، هياخدك معاه وتعيشوا في التبات والنبات يجي كام الف عام، قول ان شاء الله. صح كلام؟ نعمه. نعمه ايه؟ الحلم بيقول كده؟ تمام، الحلم بيقول كده. الحصان حصان الامير، والغيطان طبعا غيطانه. طب والجبل؟ دي جامده قوي. طب نسيت اقول لك، اسكتي. مش حصل الجبل برضو جبل الامير والنبي؟ اه وحياه النبي كده، يعني الامير عنده الجبل وعنده الحصان وعنده وكفه شيء عند الامير. يا بختك يا سعدك يا هناك، قول ان شاء الله من هنا للصبح. يلا يا ست، يعني حد شارك كلام؟ بس امتى يا نعمه؟ امتى يا اختي؟ بكره ولا بعد؟ بعد يوم ولا عشرة هيجي لك اميرك وبقول نعمه قالت، قول ان شاء الله. يلا يا رب. يا عيني عليا يا رايقه، انا رايقه وحياه يا مين النبي. ايه صح الكلام اهو جه تفتكر على انا تفسيري كده. في الاحلام ما ينزلش الارض ابدا. طب شوفي مين. هشوف مين. دبرور تتوكس، كسفتني الله يكسفك يا بعين. امير احلامي بالظبط هو ده. معلش فوتي دي، طلعت قاوت بقى. معلش يا سنة. نعم. في ايه يا سفير جهنم؟ اوامر تانية يا واد. نعم يعني خلط طمر عيننا. عتبة سعيدة حبيبي، الله يخليك يا طمر عيننا. الحقوا سيدي. ماله سيدي عاصي؟ ماله جاي زوركم. انهارك ليه؟ ما احنا كويس كده، كافيين خيرنا وشرنا. اعمل معروف. وانا مالي؟ هو اللي قال لي روح، انا جاي وراك. وانا بقول مرحبا. مرحبا ايه بس؟ مرحبا. طيب طمر حنة. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا طمر حنة. ايش ياك دي؟ الله يخليك يا طمر. إيه الله يخليك. بقول ايه؟ اوعى تكوني زعلانه مني. منك انت ليه؟ اكمني يعني دورت في الشوارع يعني وقعدت ازعق يعني بعلو صوتي يعني؟ طمر حنة فركش. عارفه الله عارفه. ما انت عارف ان انا فتانه ما تبلش فوق طولك. انا قلت لها على وزنه على وزنه على وزنه. مالكش ذنب يا سفروت، انا عارفه حبيبي. اي والله انا ذنبي ايه يا طمر حنة؟ انت عارفه انا راجل غلبان وصاحب عيال. ربنا يخليهم لك. 17 عيل يا طمر حنة. بتقول كام؟ بقول لك ايه، 17 سفروت. انا عارفه اتنين. عارفه اتنين بس. ما ال 15 جبتهم الجمعه اللي فاتت كده اهو. ما عندكش فكره ام الخير مراتي مالها؟ كل ما اقول لها السلام عليكم تجيب عيل. يا ساتر يا رب. بقولك ايه؟ قولي. ما تجرب تخش كوتيني كده. ما تقولش السلام عليكم. كوتيني حصل. جاب التوأم. يا له. واللي هيجنني الاتنين من شكل بعض، واحد نازل احوال وواحد بنضاره. ربنا يخليهم. الله يخليك يا طمر عشان تعرف انا غلبانه قد ايه. انما انا ان كان عليا طمر حنة، نفسي ومنى عيني اسمع غناك ليل نهار. عينيا بس انت عارف نفسي اقعد هنا تحت رجليك. بقول لك ايه؟ سيبوني اتملى منها واتمتع يا عيني. اللهم صل على النبي، عايز اسمع من كلامك. اسمع يا اخويا كلامك العادي يا طمر حنة. اللهم صل. انا متكلمي كده مزيكا نازله. مزيكا اول مره تتكلم صح. وعزه الله مزيكا تتكلم صح. والله يخرب بيته خمس ادوار ان شاء الله يا قادر. الله يخرب بيته خمس ادوار فوق وتحت. مين ده اللي منعك من الغنى؟ آه. والسبب هي كلمه. ايه مفيش اغاني يعني؟ مفيش اغاني سمع ولا ما تسمع يا طمر حنة؟ مالك في ايه؟ ما كنت عايز سيدي ما تزعق بس من غير ما تسيب في ياك. معلش سيدي عاصي. اصبر يا لطفي. امشي بره. امشي بره. Thank you.
تروق بقى وتحل عن زمانك. نعم خش جوه. اخش جوه. الله جرايح نواجه ما تروق. اخش جوه ده ايه؟ جنين عيني من جوه ما اقدرش اسيب. انا بقى مستريحه كده. اتفضل معانا نعمل لك حاجه بارده حاجه. قلت لك خش جوه. اوعى الله يحل عن زمانك ده. هو الاجل الرشه والمطشه يا اخواتي. يا كم النبي عشان خاطر عيونك انت. انما انت معلش لك رب. يا رب يا رب على كل مفتري وعاصي. يا قادر يا كريم خلص. بقول لك ايه؟ اوعى تمد ايدك عليا الاحسن. ويمين النبي ارعى من صوتك. خش بقى. يا كريم هو ايه ده عاصي ويمين؟ نعم. شفت عملت ايه؟ عملت ايه قاعده في بيتي؟ ما سمعتيش كلامي خلتيني امنع هناك. اما عاوز اغني هغني. ايوه تغني هنا في بيتك لوحدك محدش يسمعك. هغني في الحوار وفي الشوارع والناس هتسمعني. ما تقدريش. بقول لك هغني في وسط الناس وهيسمعوني. ما يقدروش. انت عاوز من ايه بالظبط؟ انا عاوزك انت يا تامر حنة. ده بعدك تامر حنة. انا بحبك. تحبني يا حنن؟ قولي ايوه ومن ليله تغني. بطلنا. ارضي ملكي قصوري مراكبي كلها تحت امرك. نشبع بيهم. طيب قولي لي انت طلباتك ايه؟ اطلبي وامري. امر؟ امري يا تامر حنة. طب وريني عرض كتافك. انا يتقال لي لا؟ ايوه انا بقول لك لا. تحب اغنيها لك؟ لا 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 يا سي عاصي لا. طب انا بقى هخليك تقولي ايوه وغصب عنك. ازاي ده بقى ان شاء الله؟ عشان البلد دي بتاعتي انا. بس انا لا. انت في البلد دي بتاعتي انا. اللي عايز يعيش هنا لازم يسمع كلامي انا. يقول لي ايوه حاضر نعم بس انا كده. انا لازم ارضى. محدش يقول لي لا. كلمه لا ما بحبهاش. بتعمل لي حساسيه. حساسيه؟ ما تشوف لك حد يهرش لك لاني هقول لك لا كتير. تجيبه معاك. كل ما انا اقول لا هو يهرش. ايه رايك تامر حنة؟ انا بتكلم جد. انا كمان. كلمه لا ما بحبهاش. واللي يقول لا يبقى هو الجاني على نفسه. اتفقنا. يعني بكرة تشوف. تامر حنة الطيب احسن. انا بحبك فكري. تحبني بس يا عاصي الحب سهم من السماء مش بإيدك ومش بإيدي كمان. برضو فكري. حاضر هفنكر. نعمة. لبيكي لبيكي نعمة بنت ابو طبق بالايدين. خلاص غرف 60 داهية اهو مش يخشي رواقي كده. كان عاوز ايه المقام؟ ما انتي عارفة. اقول ايوه من الليلة هغني بس مش هقول ايوه. ايوه يا حبيبتي عارفة بس يعني ما انا بقول لك ايه؟ ما تفكري انتي كمان. هعمل ايه؟ افكر في ايه يا نعمة؟ في اسكعبلها ده. يوه ايه اسكعبلها؟ سميتيه اسكعبلها؟ يا دوبك يعني. هو كان ماله حاجة كده طويلة ولابس حاجة بتبرق. هو كان ماله اسكعبلها؟ متخلصينها منه كده اهو. انا اخلصكم منه؟ ما هو كابس على نفسنا يا اخواتي يا ناس. لا يا نعمة عيب ده. انت من شوية بتقوليلي هيجيلك امير. هو ده الامير يا حبيبتي؟ قال شرمك على المر. قال اللي امر منه. نعمل ايه بس؟ لا لا مش هفكر. بلاش يا دنيا بلاش يا حبيبتي بلاش. ده انا قلت له الحب سهم من السماء مش بايدك ولا بايدي. اما يرشق يا نعمة القلب يعشق من غير كلامه وسلام بس يجي. هو مين يا نيل عيني من جوه؟
اجري مستنية حد. ها؟ اه. انا خيرت بلاد. حنا هتغني. كلام صحيح؟ ايوه صحيح. طيب يا بلد، طيب يا بلد، ملهاش كبير حبيبي. انا وحدي وحياتي تروق دمك. شيل ايدك. بقول يعني هدي نفسك وسيبك منها. ايه يعني طلعت ولا نزلت اهي ست، وحتى كمان ما هيش جميله. سعديه اسكتي. سمع سمع يا سيدي. انا قصدي اقول يعني يبقى تحت امرك امارات وتروح تبص لواحده زي دي. قلت اسكت يا سعديه. اخس عليك اخس. زمان كنت بتقول لي يا سوسو، مش كده؟ لكن معلش يا وحش. اوه الاول صحيح انت رحت لها بنفسك؟ ايوه. وقالت ايه؟ دماغها ناشفه. يمكن عاوزه حاجه هديه قرشين. عرضت عليها مفيش فايده. يمكن قلبها مشغول. مفيش حد في قلبها. يمكن دلال. يا نور عيني. دلال؟ كل ده دلال وعلي انا؟ انا عاوزك تهدي نفسك خالص.
انساها يا حبيبي، انساها خالص. قلت شيلي ايدك يا سعدية. كيفك وحشني يا وحش يا وحش يا وحش. طيب معلش بعدين، روح الوقت وابعتيلي زفت. حاضر يا زفت. يا زفت يا زفت. زفت وصل. اسمه ايه الكلب اللي هيتجوز الليلة؟ نعم كلب وهيتجوز. اللي تمر حنة هتغني في فرح. وكمان تمر حنة هتغني في فرحه. وده ان شاء الله بقى دخلة ولا كلب كتاب. حلوة. تعالى الولد اللي تمرحين هتغني في فرحه اسمه ايه؟ اسمه عطو. بيشتغل ايه؟ بيشتغل صياد، عنده 3 مراكب. وكان صبي مسعود. صبي مين؟ الرئيس مسعود، كان صاحبه حبيب. طب اقرص اقرص. ولد انت تعرفه؟ ولد سامعني ما بتردش ليه؟ امتى ادرج؟ مش كلامك قلت اخلص ولا رجعت في كلامك؟ تعرفه؟ اعرف. ليه الولد ده عمل كده؟ ما عندوش عيال. بتقول ايه؟ قصدي يعني عاوز يفرح. بس انا قلت تمر حنة ما تغنيش. هو يا سيدي الفرح يبقى فرح من غير غنى تمر حنة. طب امشي. حط امشي. حط استنى. نعم. هتروح الفرح؟ والله زي ما جنبك تؤمر. روح ربنا يخليك بيه. يلا امشي. حاضر. اسمع. نعم. قول لسعدية تبعت لي جابر. حاضر سعدية تبعت لك جابر. جابر سيادتك قلت جابر؟ لو نبي بلاش جابر ده، اعمل معروف يا بيه، اعمل معروف بلاش جابر ده، ده عطوة ده صاحبي. يعني اذا كان قال كلمة كده ولا كده زعلت حضرتك يعني اعتبره عينه غلط. ولد انا قلت جابر يجيني. الله يبارك فيك. عجالة
أهلاً 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 عم صابر. ألف مبروك يا عم صابر. ألف مبروك. الواد عطوة فين؟ أهو أهو. ولا عطوة. أهلاً سامي. أهلاً يا حبيبي. بالحوض معاك يا حبيبي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك يا سفرود. عقبالي؟ تاني يا عطوة؟ تاني وتاني. ما كفاية اللي عندي. ده أنا متجوز أربعة. ولا أربعة يا راجل. ده هي أم الخير بس. أم الخير مراتي بأربع نسوان وبالليل بأربعة وأربعين. حلوة حلوة. الله يجازي شطارك يا سفرود. أهلا يا أخويا. يا مرحبا. بقول إيه يا عطوة؟ نعم. أنا كنت جاي لك في كلمتين مهمين. خير يا سفرود؟ عاصي. ماله؟ مش هيسيبك. هيعمل لي إيه يعني؟ مش هينسى لك إنك جبت تمر حنة تغني. آه، بس أنا ما بشتغلش عنده يا سفرود، ده أنا عطوة وعندي مراكبي. بس أنا عايز أقول لك حاجة. أنا عطوة يا سفرود عيب. نعمة، بص يا نعمة يا راس الفرح. تعالى يا سفرود. على نفسي بنت الرافضي. احنا مالنا؟ سيبك منا، خلينا مع بعضينا. شوفي بقى، عشان ما زعلكوش انتوا التلاتة هعمل لكم جدول، واحدة السبت، واحدة الحد،
واحده الاثنين بلاش الاثنين لحسن احنا الاثنين قافلين. خليك انت التلات وام الخير دي نديها بومبا. بومبا ودي تحوق فيها بومبا؟ ده عايزه تربيد هجارك. اوعي تحتك بيها خالص، مش دعوه بيها خالص ام الخير دي. كب عليها يا غرابي. هل ام الخير ايه ده بقى؟ الزقه دي مش غريبه عليا. ام الخير مرات رات راتنا. اهلا حصول. ايه اللي جابك هنا؟ ساشرح لسيادتكم بالتفصيل وساقول لكن جميعا ما حدث. ايتها السيدات، كنت اسير في هذا الشارع غصب عني، فوجدت نفسي في هذا الشارع غصب عني. والسلام عليكم ورحمه الله. تعال هنا. بس حصل ايه؟ انا عارفه ايه اللي جابك هنا يا فلاتي يا ابو عين زيغه يا ميه من تحت تب يا ابو عين مفتحه وعين مغمضه. والله يا رب الاثنين مغمضين. امال اتبصيت نظري وجوزتك ازاي يا وليه؟ ولكن بتجري بتجري. ايوه بس هتروح مني فين؟ انت السودا لما تروح من هنا. مش مروح النهارده، اجازه اعتياديه. عايز ايه يا وليه يا بنت؟ حالي تعالي يا ام الخير. ياكلونا لحم ويرمونا عاد. ايه والنبي؟ طب بص لشكلي وبص لشكلك، خلي في وشك نقطة دم، شوف شفطتني ولا نشفتك. يا حبيبتي يعني هي نقت عليك على مقامها وقالت لا يا اخواتي؟ ليه يا اختي هي وحشه؟ ده الف مين يتمناها. بقول لك ايه؟ ما تروقي بقى. هي عايزه عريس حاجه ثانيه. امال عريسي كله جناحين يا روحي، ويطيروا سوا ويمسكوا في السحاب ويلعبوا مع النجوم، وهو بقى كده يجي وراح شايل القمر ومقعدها مطرحه يا روح قلبي. Thank you.
بقت فحم فحم كمرة مرة. مين اللي عملها يكون مين يعني؟ جابر جابر مفيش غيره. اسفه انا السبب، ما كانش لازم اغني انا السبب، سامحوني سامحوني. يا عيني عليك يا عطوة، الجني تاجر في الحنه كترت الاحزان. يعوض عليك ربنا، والله عملوها. ايوه حرام مراكبك يا عطوة. معلش الصبر طيب، الصبر طيب، بس مين اللي يرضاه؟ حد يقدر يقول للغولة عينك حمرة؟ ادي السماء وادي الارض. اصبر على جار الثوب، يا يرحل يا تجيله شوطه. مسعود مات كده الله يرحمه. قول لنفسك. لا بقول لكم. لا قول لنفسك. قول لنفسك يا عطوة. مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. يعني هتعمل ايه يا اخويا؟ شوف اكل عيشك. لا رب عيالك. لا اللي تغلبه لعبه. لا اللي يتجوز امي اقول له يا عمي. لا واللي يتجوز ستة اقول له يا سيدي. لا واللي يمسك النار تلسعه. لا وارقص للقرد في زمانه. لا يمسك القطة خربشه. لا اللي يمسك القطة خربشه. لا 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 القطة خربشه. العدل
العدل يا أهل الأرض. العدل يا أهل الأرض. بعيد بعيد. ورايح لفين يا غريب؟ ماشي في أرض الله. لحد إمتى؟ لحد ما الاقيهم. هم مين؟ ناس عايزاني وبتنادي عليا. إيه صنعتك؟ فلاح؟ مزرعة؟ صياد؟ مهنتي؟ حداد؟ بعرف. خباز؟ بخبز. أمرك غريب يا غريب. أمرك غريب يا غريب. والله أمركم هو اللي غريب يا ناس. إحنا ليه؟ أرضكم شفتها وأنا جاي صفرة وشرقانة. أرضنا؟ والخوف في عينيكم. الخوف؟ عاصي يعمل فيكم كده؟ عاصي؟ أنت مين؟ ما أنا قلت لك يا عطوة إني غريب. وتعرف اسمه كمان؟ أيوة يا نزهة غريب. ليه؟ عارف كل حاجة في بلدنا. بلدكم زي كل البلاد اللي زرتها، ناسها غلابة وطيبين زي ناس كل البلاد. مش كل الناس طيبين، في ناس ألعن من إبليس. دول مش ناس، دول صورة من إبليس. أنا بتكلم على الإنسان، عني وعنك وعنك. عندول عندول عندول. شوف يا عطوة، ربنا خلق الإنسان على أجمل صورة، مليان بالخير والرحمة والحب. اداله عقل يفكر بيه واداله قلب يحب بيه. إبليس قال الإنسان مش أحسن مني، مش هسجد له. إحنا قادرين على العاصي لما نحارب إبليس هنروح له فين؟ هنحاربه فين؟ وإزاي هنطوله؟ لو دورنا ودققنا هنحاربه وحنطوله. هنطوله في الأرض البور الشرقانة، في البحر الناشف، في الريح المجنون، في الليل القاسي الأسود، في الحزن. إبليس هو الظلم. كلامك صح، بس الدنيا صعبة. ممكن تبقى جنة لو حطينا أيدينا في أيدين بعض، وساعتها هنعيش عيشة هادية وبسيطة من غير قلق. ساعتها حننام ونشبع منام، حتى أحلامنا هتبقى حلوة. صح. لما بيتي يتهد تاخدني في بيتك. صح. لما بلدنا تعبد الطور ما عبدوش. صح. لما ست تتجوز ما قولش لجوزها يا سيدي. ما تقعد معانا يا غريب. اقعد معاكم هنا؟ اقعد معانا في بلدنا. ارضكم صفرة والخوف في عينيكم. اقعد معانا يا غريب. اقعد ونخدرها؟ اقعد يا غريب. اقعد ونحاول نضحك؟ اقعد يا غريب. اقعد يا غريب. ننسى الخوف؟ اقعد يا غريب. ننسى الخوف؟ اقعد يا غريب. ننسى الخوف؟ اقعد يا غريب. تعال عندي في بيتي. لا بيتك لا، كفاية عليا حتة ظل، اي حتة ظل. تعال يا عطوة فرجني بلدنا. بلدنا؟ ما هي بلدنا وانتم اهلي. حبيتنا وحبيت بلدنا بالسرعه دي. الحب يا الحب سهم من السماء، لما يرشق القلب يعشق من غير كلام او سلام. يلا يا عطوه تعال فرجني بلدنا.
سلام يا رجالة. سلام يا غريب. اهلا اهلا. عامل ايه في ارضك يا عم صابر؟ الارض ظلماني والله. ايه الحكاية؟ شحيح خيرها علي. الارض لا يمكن تظلمك، انت اللي ظلمها. انا؟ العدل انك تشتغل بايدك وفاسك وعقلك. العدل انك تبيع حاجتها عشان تاخد منها. انت عايز منها غلة وهي عايزة منك مية وشمس وعرق. لا، اصل الحقيقة الغلة اللي بتطلع، الطيور بتيجي تاكل، اعمل ايه؟ بس كده اتخبوا ده شويه. هات عصايه او حته جريد. حاضر. وكمان عصايه او حته جريد. دول ينفعوا؟ كده تمام، اربطهم سوا. كده؟ لا، واحده بالطول واحده بالعرض. ايوه. اهو كده خلاص؟ كده تمام، وكمان هدمه قديمه اكسيها بيها، خدها بيتك. لا والله يا شيخ، ده نفعت اهي. اكسيها بيها. اهو. ايوه. اغرسها بقى هنا. والطيور مش هتهوب ناحيه غلتك. كتر الف خيرك. سلام يا عطوه. اهلا. سلام يا غريب. ايه مالك سايب شغلك وسرحان في ايه؟ مش فاهم والله غريب. الدنيا ليه كده؟ ليه الظلم مليها؟ ليه بتعمل فينا كده؟ ايه الحكايه؟ الحكاية ان انا اصلي صياد. عشقت البحر من صغري. كان عندي مراكبي وكان البحر ملكي، وفي لحظة ظلم وغدر كل شيء انتهى، مراكبي وشباكي كلها راحت. الله يجازي اللي حرقها. ليل ونهار افكر، مش قادر اعرف، مش قادر افهم انا ليه دلوقتي اجير عند عاصي وليه في ظلم. علشان بنسكت على الظلم. لو كل واحد مسكتش، لو كلنا عايزين العدل هنحققه ازاي؟ ازاي يا غريب؟ فكر، اسأل، اعرف، حاول تفهم. ايه الحكاية؟ مشغول عني، دايما سرحان بيفكر. خايفة ينساني، خايفة يبعد. بتحبيه؟ بحلم بدل، بشوفه في كل حاجة. وهو؟ وهو كمان بنحب بعض من زمان، من صغرنا، وطول عمرنا بنحلم ببكرة، بدنيا حلوة وبيت فيه ألف عيل. خلاص، طب ما انت قلت كل حاجة. ساعات بحس انه مش معايا، بيسرح في دنيا تانية، يخبط كف على كف ودموعه تنزل. نزهة يا بنتي يا أختي، الحب مش لعبة، مش أحلامه بس، مش قلبه بس. الحب في أصله وأساسه إنه عدل. يعني إيه؟ يعني تاخدي وتدي، تعرفي ماله وإيه اللي جواه. سألته كتير، وتاني وتالت وعاشر. الحب فرحة وانتصار. بالحب تبقي أنت ومحبوبك واحد، تبقوا أقوى وأكتر، قربي منه. أوعي تبادي، أوعي تزعلي. يا
شوفي بقى يا دناي اخر اخبار البلد. خير؟ راجل غريب نزل البلد بتجردينا عشان الخبر ده. هو في احسن من كده وفي احسن من سيره الرجاله؟ بقول لك راجل غريب نزل البلد يا اخواتي. فيها ايه؟ طب وايه يعني؟ وايه بعدين؟ درويش يعني؟ درويش ايه ده؟ حاجه تانية. شيء عجب 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 عجب. ليه؟ لانه غريب؟ لا يا حبيبتي الحكايه مش كده. طب الحكايه ان هو اللي عجب. بيقولوا شكله جميل ما فيش كده، وطبعه طبعه كمان. ده غير بقى انه داير في البلد يقول له كل واحد في صنعته. ايه رايك؟ دي جديده. جديده قوي. هي حاجة غريبة. غريبة؟ ايه اللي غريبة؟ مفيش. قوليلي قوليلي قوليلي. يقولوا انه جه في مركب. يا اختي بيقولوا انه جاي راكب حصان يا اخواتي. ابدا ده جه ماشي. جه ازاي بالظبط؟ الناس بيقولوا انه هربان من حكاية. الغريب عمره ما يهرب. وانت محلوقة كده ليه؟ ما يكونش قريبك يعني ولا يكونش قريبك؟ اكتر. ايه ده؟ ده اخويا وابويا وابن عمي. بتنازل. ده راغب ما انت اتجوزت وخلاص يا بنت. ما تسيبينا بقى نشوف شبابنا الذي ذهب هدرا يا اخواتي. ايه اخوكي؟ معلش ابوكي يبقى احسن واضمن واحلى، لكن ده يبقى ابن عمي انا يعني جوزي انا. افهموها بقى يا اخواتي. ايه الناس تعرفوا ليه ساكن بره البلد وليه مش متجوز يا اخواتي؟ لانه متغرب يا نعمه. واللي متغرب يا نزهه مش مصيره يا اختي كده في يوم يهدى في عش ويحط صدره على صدر واحده يحبها وتحبه يا ناس؟ ايه اصلهم بيقولوا هاتي ودنك. هاتي عايزه ودني. نميمه ستات احنا ورانا ايه كده؟ يلا هنشوف. نعم يا حبيبي. اللهم اجعله خير. بيقولوا انه لا يا ام الخير مش باين عليه يا وليه. ما توقفيش حال الراجل ده لسه بخير يا ناس. يلا يا سفرود يلا سمعني بقى كده. يلا زين فتحة زا. صح يا سفرود. زا ري فتحة را. ايوة را. عين فتحة زلطة. يا سفروت حرام عليك يا سفروت. زلطة يا سفروت. زارعة. 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 صح صح صح. كمل يا سفروت كمل. ايوه عين فتحة. ايوه دال سكون. ايوه قولها بقى دي. ده دال سكون. ايوه سفرون. صعب قوي. لا مش صعب يا سفرون. لا لا مش صعب قوي. دال سكون. ايوه ده لسه قاريها يا راجل. يلا يا سفرون اديني خليها تنزل. يلا يلا ما تيجي نلعب في الهدي دي شوية. يلا لام ضمالو. سلام شفطو. يا سفروت يا سفروت. عدلو عدلو لو عدلو لو. جبت شفطه منين بقى دي؟ طب ما انا قلتها صح برضه. لا ما قلتهاش صح. لا يا راجل انا قلتها بس ما تحلفش. لا لا انا قلتها صح. 17 رخصه. قلت شفطه. ايوه ما انا قلتها بس انا قلت عدله بس بالانجليزي. يا سلام يا سلام يا سلام. لا والله خليك معايا. عدله. ايوه بالانجليزي بقى. ايوه تبقى شفطه.
الله يجزيك يا شيخ. ايوه يا ناس اتحركوا 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 يا سفروت. انا من يوم ما جيت انت في البلد دي والناس ما بتضحكش فيها ليه؟ اضحك يا لا اضحك يا لا ما تضحكش اضحك يا لا النخشيشه كلمك. السلام عليك يا غريب، كلامك حلو قوي 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 زي غنى تمر حنه. صوتها صوتها ايه؟ اللهم صل على النبي. ولا الكروان عوده طويل زي رم. غناها ايه؟ تقولش من السماء كلامه شهد زي العسل. تقولش يا قمر، هي القمر ومش متجوز لسه بيتي يا اخواتك. خير مرة خير قوي قوي الحمد لله. هي نورت البلد. كلامه صح، كل كلامه صح، فيها اخلاق الرجال واكتر كمان. بيقول قلبه حنين على الولاية والنبي او يمين النبي. اسمع قالت لا لعاصم، وقفت قصاده، قلبه جريء شهم وشجاع ومش غازية، لا بتغني عشان بتحب الغنى وعيونه فيها حلم. لما بتغني بنفرح ونحزن، بنبكي ونضحك. راجل صحيح، ست صحيح، امير اميرة، جميل جميلة، زين الرجال، زينة النساء. يا بختها اللي هتاخده. ازاي عرفتيني؟ انا قلبي دلني، شكلك خطوتك الحنان اللي في عينيك، لكن انت عمرك ما شفتني. شكلك تمر حنه، ريحتك تمر حنه، صوتك الله، صوتك تمر حنه. من زمان بستناك يا غريب. من زمان وانا بدور عليك يا تمر حنه. اتاخرت عليا ليه؟ الناس شغلوني حتى عن نفسي. كنت حاسه ان هتيجي، ضروري هتيجي، وانا حاسس اني اعرفك من زمان. شفتك في الحلم، في المنام، في الخيال. الله، الحقيقه اجمل. اجمل بكثير. Thank you.
الحب هوى في قلبي ملء القلب ألف ميم يعني أم أدعو لأمي ملء الفم يا روح يا روح عليك هذا سفروت اللي مفيش عندك السلام السلام يا واد لو كنت اتعلمت من الأول مش كان زمانك دلوقتي بقيت حلاق صحة قد الدنيا لكن معلش محلوقة برضو نكمل القراية ألف باء يعني أب هو في قلبي ملء القلب ألف ميم يعني أم أدعو لأمي ملء الفم القراية تمام أوي يجي بقى للكتابة أما نكتب الألف الألف خط طويل كده أهو زي عود القصر كده أهو وبعدين نحط الهمزة يا خبر اسود طب أحط الهمزة فين؟ أحط الهمزة فين؟ رسمنا الألف ومش عارفين نحط الهمزة فين؟ ما قالوا ليش احط الهمزه فين واعتز انا دلوقتي احط الهمزه فين انا دلوقتي يا خبر اسود منيل عليا اللي خلفوني يا لهوي يا احط الهمزه فين انا دلوقتي انا اخليها في ايدي بقى لغايه اما الاقي لها مكان اعمل ايه هنا بقى هاتها خدها مين سيدي مؤاخذة سيدي استنى حد مؤاخذة انا خدها ما تخرجش شفتيهم بعينك دي ساكنة بقى فشيته بعينك ايوه شفتهم شفتها بتجري وراه شفتها بتضحك معاه شفتها ماسكة في ايده وشفتها كمان بتغسل هدومه اسكتي يا تعبانة مستقلتني يا حياتي بجاوبك حكوا بيت عبود شرف امال يعني قاعدة مع اهلي شكله ايه الولد عادي يعني ايه مش طويل مش قصير مش تخين مش رفيع انت شفته What did you want ايه لا فندم تعالى معلول يا فندم شفته هو مين يا فندم ايوه شافه وانا قاعد معاه وصاحبه كمان عطوه وانا إيه؟ مش بنتكلم عن عطوه يا واد بطل كهر بنتكلم عن مين بنتكلم عن الغريب مين الغريب ده ولد الغريب شفته شو اللي كده من الصبح الغريب شفته شكله ايه اقول لك ولا تزعلش ما زعلش يا سلام يا عيني ما توصفش يعني ايه ما توصفش يعني فوق الوصف ما ينفعش تقول عنه ابيض ولا اصفر عاصي اجمل انت اجمل يا حياتي كانه من دنيا تانيه مين بيقعد معاه البلد كلها بلد كلها الصيادين والفلاحين والحدادين والحلاقين وحتى الغفر كمان الغفر لا مراتي ما بتقعدش معاه انا بقول لكم اهو الولد جاي منين بلده ايه مين اللي بعته مين اللي بعته مين اللي بعته جاي منين هنا ماله ومال ماله ومال البلد دي وماله ومال تمرحنا وماله ومال تمرحنا كفايه بقى سيبك منها كفايه انها سابتك وراحت لواحد زي ده عاصم خليك هنا ارجع لناسك وحبايبك انساها يا عاصم انساها وانسى الغريب وانسى الناس كلهم يا وحش انسى ازاي اقدر انسى ازاي انسى ان في حرامي جه سرقني ازاي انسى ان في ولد زي ده جه يقول ان انا صغير وضعيف لا يمكن انسى لا لازم افضل فاكر لازم افهم سره لازم اعرف ليه الناس معاه وما هياش معايا لازم اعرف ليه تمرحنا سابتني وراحته لازم اعرف انا ايه وهو ايه تعالي لا انا روح تعالى من فينا الاقوى انت طبعا من فينا الاغنى
انت طبعا من فينا الاجمل. انت طبعا. يبقى لازم في سر. طبعا في سر. قلت لي قاعده معاه. البلد كلها بتقول كده. يعني قاعده معاه. اتجوزوا. اتجوزوا؟ لا ما اتجوزوش. البلد كلها بتقول كده. ما حصلش. قولي ما حصلش. قولي قاعده معاه كده. صحبه. فهمت. فهمتي؟ امرك يا سيدي. واسمعني. دوري رجالتنا في البلد. في كل حاره في البلد. يقولوا على الولد ده انه حرامي، خطاط، نصاب، قاتل. ايوه. قاتل وهربان. امرك يا سيدي. طب معلش بعدين. روح الوقت وسيبيها لوحدها. امرك. امرك. يا وحش. وانت اشمعنى؟ ايه؟ ايه اشمعنى؟ لا لا مؤاخذة تعالى. هتخش لي يا اخي؟ لا يا بيه ما اقصدش حاجة في المناسبة. انت اشمعنى؟ ولد تعالى مؤاخذة يا بيه. لا ما تقول اصل الدنيا بقول لك وانت اشمعنى؟ ولد ايوه مؤاخذة. انت ترد على طول. على طول ما قصدت ليش انت ما قلتش اشمعنى بتطلع مني معلش يا بيه. تقعد معاه؟ نعم. بتقعد معاه؟ لا يعني مش كتير قوي. في اوقات فراغ. يا سلام. في اوقات فراغ. بتحبه؟ ما بتردش ليه؟ لا يعني مش بحبه قوي. في اوقات فراغ. الله يخليك يا بيه. الله يخليك. لا ما يعني ما بكرهوش. لا كويس. ما بكرهوش. وريني الورقه اللي في ايدك دي. نعم يا بيه. الورقه اللي في ايدك الشمال. الورقة دي. ايه الورقة دي انطق؟ دي ورقة بافرة. يا سلام. كل دي ورقة بافرة؟ ما شاء الله. بتتعلم القراءة والكتابة؟ طب يا اخي كنت قول لي على الاقل كنت دخلتك الجامعة. نعم. بجد؟ الجامعة؟ طبعا. الجامعة اللي فاتت. وورد. مين اللي بيعلمك؟ انطق. مش هقدر اقول يعني. ليه مش هتقدر؟ اصلي صاحب عيال يا سيدي. لا قول ما تخافش. ما خافش. صحيح ما تخافش. طب احلف. ولد. طيب خلاص خلاص من هنا خلاص. مين اللي بيعلمك انطق؟ الغريب. 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 ايوه. الغريب يعني مصاحبه ومخويه وبتقعد. لا يعني مش مخويه قوي. عارف عارف. في اوقات فراغ. الله يخليك. الله يخليك. ده انت هاي. الله يخليك يا بيه. بقول ايه؟ قول يا بيه. تعال. ليه يا بيه؟ تعال تعال احبك. تعال ايه؟ تعال احبك. حبني. يا سلام. حبني في اوقات فراغك. ده انت عظيم. الله يخليك يا بيه. رد عليا يا بيه. يا سلام. الله يخليك يا بيه. بقول ايه؟ قول يا بيه قول. ده انا بحبك حب. الله يخليك. اسمع. نعم. انا بقى عايزك تفضل زي ما انت كده على طول. تفضل ملازمه زي ظله. عايز ودانك تفضل مطرطقه. كل كلمه يقولها تبلغها لي. عايز عينك تفضل مفنجله. كل خطوه يخطيها تعدها علي. ايه سفرفر؟ ايه ده؟ يعني انت عاوزني اشتغل جاسوس؟ لا. هشتغل جاسوس وعلى مين؟ على الغريب؟ لا 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 عاوزني اخونه؟ ما هو يا تخونه يا تخني. وانا بقى سيدك وولي نعمتك وسيد البلد دي كلها وانت عارف. قلت ايه يا سفرفر؟ ما اقدرش. ايه؟ ما اقدرش. بتقطع عمري يا ولد؟ مرة واحدة في عمري. مرة واحدة. اعمل معروف يا بيه. اعمل معروف. ربنا يخلي لك ست سوسو يا وحش بلاش الشغلانة دي. بصراحة مفيش قدامي غيرك يا سفرفر. ما انا بيه بقى. اعمل ايه بحبك وبثق فيك. ما اقدرش. لا مش
مش ممكن. لا لا، انت بتقول لي لا، هدفع ثمنها غالي يا كلب. جابر سفرود، بص شوف مين دول. يا نهار ابوك اسود، دول ولادي ولادي، عصفور وعصفوره سيدي ولادي، وبعدين جابر واخدهم ليه؟ ليه يا سيدي؟ كلمة لا ما بحبهاش، بتعمل لي حساسية. ولادك هيكونوا في الحفظ والصون في ايدين جابر، طول ما انت بتقول ايوه وتنفذ كلمة لا، لو سمعتها منك مرة تانية مش هتشوف ولادك ابدا، فاهم يعني ايه؟ مش هتشوفهم ابدا يا كلب. ولادي حبايبي، عصفور كمان يا سما، انت كمان يا سما لازم تبكي. ايوه ما تسيبنيش لوحدي، سيبيني لوحدي ليه؟ انت الشاهدة، انت شايفة وعارفة كل حاجة. امكي معايا يا سما، امكي معايا. Thank you.
المطر، شفت المطر يا اخوات يا ناس يا عالم؟ اكثر من سنه ما نزلتش نزعه واحده يا ناس. الارض بتبلع المطر، عاوزه كمان. عطشانه مال الزرع، الارض فرحانه بالزهره. لا والزمته هتروح بعد المطر، والغيم والسحاب. بركه مجيك يا غريب، بركه نزولك بلدنا. والله بكره الخير هيكفي والارض هتدي، هتبقى حنينه. سنه خضرا والله العظيم، سنه خضرا. وشوفوا سنه خضرا علينا وعليكم جميعا. بتمطر يا اخواتي بتمطر. النبي بكره لا تمطر رجاله كده. مالك يا عيني من جوه؟ في ايه يا حبيبتي؟ تعبانه يا نعم. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه. في ايه؟ معرفش مالي، حاسه بدوخه وظهري بيوجعني. حاسه بدوخه وظهرها بيوجعها؟ ونفسك غم عليك و... عقبال ظهري ما يتوجع يا ادم يا كريم. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك يا ضنايا. يبارك في حسك يا نعم. قولي لي اعمل ايه بقى؟ اقول لك لعبتي، هقول لك كله. شوفي يا ستي، اوعى تشيل حاجه تقيل. حاضر. وامشي على مهلك ودايما اسلوبه طولك كده، وازرعي له جرجير تحت السرير. نعم جرجير. ها ليه؟ اه دي ما تتقالش ليه ولا تفسرش، اعملي معروف. امال ايه؟ ايوه حبيبتي. ايوه روح قلبي. قولي كمان بس بجد. هقول بجد. ما تخليش نفسك في حاجه، كل اللي يجي على نفسك كليه، واللي ما يجيش على نفسك اكله. انا صحتين صحتين وعافيه على بدني. اوعى من الحزن للبكر، دايما اضحكي يا ضناي. بيقولوا لو بكيت الواد هيوقوق في بطنك. بعد الشر عليك. ألف بعد الشر. قولي كمان للصبح. للصبح يا حبيبتي. وإن شفت عاصب عدي وشك عنه. لا دي طبيعي. يا حفيظ يا قادر يا كريم. وقبل ما تنامي فكري، عايزاه ولد ولا بنت، بنت ولا ولد، وفكري عايزاه يبقى شكله إيه واسمه إيه؟ ها؟ وادعي له. ادعي له من دلوقتي يا ضنايا إن ربنا يحرسه. يا رب. يا رب يا حبيبتي. ها؟ قولي كمان. نقول كمان وللصبح، أنا ورايا إلا أنت يا عينيا. ونامي واشبعي نوم، ولا تفكريش غير في البيبي وبس. حاضر. يا لا يعني. هقول لك ايه، عقبال ما يتوجع الظهر ونفسي تتغمى عليا يا اهلي يا كريم. خلاص بقى يا اخواتي. يا ناس يا عالم يا هو. انا كنت عايز اقول لك. وريني بقى اشوف الولد. ايه يا مصطفى؟ قول عاصم. الو تعالى. عايز ايه؟ عايز نصيبه من غيطك. انه غيطك؟ غيطك. نصيبه من غيطك ازاي؟ اهو كده. تصور كل الغله اللي هتطلع خمس قرادات. هو عايز ثلاثه. قلت ايه يا غريب؟ ناوي على ايه؟ ما هو جاي يسألك يا غريب. هتسمع نصيحتي؟ قول يا غريب. بفاسك في راسي اللي اقول لك ثلاثة، خمسة يعني خمسة. بفاسه؟ بفاسه ومداسه كمان. بس يعني خايفين ولا ايه؟ ده رجالته كتير. انتوا أكتر. يعني ايه؟ يعني ده حقكم وانتوا أكتر. العدل إن صابر يشتغل وياخد غلته. لو حب تغلى واحدة راحت يبقى ظلم. صابر نفسه لو صابر تروح يبقى ظالم نفسه. يبقى خاين لأرضه. أصل حكاية. دي نصيحتي يا عم صابر. عايزين تعملوا بها. اعملوا. وانا يا غريب كنت عاوز احكي لك عن الضمير. قول يا اخي ايه الحكايه؟ الحكايه من يوم ما اتحرقت مراكب غصب عن عيني اضطريت اشتغل على مراكب عاصم. اتفقوا معايا على يوم بعشر، هم النهارده بيحسبوني على 8. ناوي على ايه؟ ما هو جاي يسالك. تسمع نصيحتي يا اخي. قول يا غريب. بفاسك في راسي اللي يقول لك 8 10 يعني 10. بفاسه؟ بفاسه ومداسه كمان. بس يعني دي نصيحتي يا اطول. عايزين تعملوا اعملوا. صح. يا ريت نقدر. يا ريت يا ريت قوي. شفت السفروت يا اطفال؟ لا والله غريب. وفين امرحلنا؟ امرحلنا جوه في الشتاء. عاوزينها تغني امرحلنا. ايوه تعالي يا امرحلنا. ايه مالكم في ايه؟ اصل مره عارف وبعدها حرق مركبك. ده راجل مفتري ظالم. خايفين ولا ايه؟ رجالته كتير. انتوا اكتر يعني ايه؟ يعني بفاسكم في راس اللي يمنعكم. بفاسكم في راس اللي يمنعكم. بفاسكم ومداسكم كمان. يلا يلا يا تمر حنا غني، وانا كمان هغني معاكي. يلا غنوا كلكم. غني يا تمر حنا، غني يا حته منا، غني ونور لنا. الحب غنوا كلكم لاجل بكره. غنوا وافتحوا قلبكم للورد للربيع للطفل الربيع.
واني يا تمر يا حنة واني يا حتة منا غني ونور الله. No.
ما بيدوم يا بابا والجرح ما بيدوم يا بابا انا من الهموم يا بابا هيلا هيلا هانت علينا هيلا هيلا وهتحلى بينا هيلا هيلا هانت علينا هيلا هيلا وهتحلى بينا هيلا 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 وهانت علينا تجروا ليه؟ تهربوا من ايه؟ جابر جاي اهلا وسهلا يشرف خففين من جابر ليه؟ واقفوا جابر اللي ورا جابر ما نقدرش ما نقدرش يا غريب جابر ما حدش يقدر عليه انت ما تعرفوش انت تعرفه انت تعرفه وانت 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 لكن انا بقى لازم اشوفه واواجهه اعرفه جابر عينيه بتطق شرار الغريب بيتقدم يمته جابر ماسك عصرانه الغريب بيتقدم جابر بيتقدم ناحيه الغريب الغريب بيتقدم جابر وقف الغريب بيتقدم جابر رفع عصايته بايديه الاثنين رفع عصايته الغريب هجم على جابر جابر طوع عصايته في الهواء نزل بيها على دماغ الغريب الغريب اتلقى العصايه على ايديه بيسحبها من جابر جابر بيتثبت فيها الغريب بيحاوله جابر بيحاوله الغريب الغريب نزع العصايه الغريب نزع العصايه نزعها من ايدين جابر الغريب رمى العصايه بعيد الغريب دمع على زماره رقبته رقبه جابر بيضربه الغريب بيضربه جابر وقع على الارض جابر قام جابر بيجري جابر بيجري جابر هرب الغريب جابر شفت جابر اه شفناه عرفت جابر عرفناه يعني شفت جابر اه شفناه عرفت جابر عرفناه دين الرجال والله دين الرجال تسلم ايدك والله دين الرجال مبسوط منصور مبسوط منصور شيلوا الخوف من جواكم مرموا همومكم وراكم وغنوا غنوا للخطوة للقدام لمحبة الخير والسلام الليلة يا ليالي كان حبيبي الغالي جاب لي نصرة قوية بعد الصف الليالي اكيد الايه ما هتقوم ناس العالم ازاي ده يحصل ازاي ده يحصل جابر جابر يهرب من واحد زي ده جابر جابر ابو علب حديد جابر ابو ايد تغلب مية ازاي ده يحصل ازاي جابر ده حيوان
مش المفروض بيقول ان الغريب ده كمان طبيب وصياد وفلاح وحداد ونجار ودراعه يغلب الف ويفهم في الكف. بيفهم؟ مش عادي، مش طبيعي، اكيد بيفهم. خلاص انا عيانه. ها؟ وبعدين؟ ومحتاجه لطبيب يعالجني. كملي يا سعدية. ومفيش غير الغريب، شفايه على ايديه قالوا كده. والغريب ما بيردش طلب محتاج، قالوا كده. ولما يجي القصر يكشف عليا من غير سلاح ولا اصحاب يبقى وقع بين ايديك، ساعتها العب لعبتي. بس انا ليا طلب. مرس انا خلصتك من الغريب وانت تخلصني من تمر حلمة. يا اولاد الابلسة. لكن ازاي الغريب يخش قصر برجليه؟ له اهبل ولا عبيد؟ عارفه هو عارف فاهم واللعبه ما تفوتوش. يبقى ازاي؟ سفروت. سفروت ماله سفروت؟ سفروت صاحبه وصديقه وبيثق فيه، لو قال له كلمه واحده هيصدقه. انت عايزه مني ايه يا ست صوفيا لورين؟ وانا تالف. يعني سفروت هو اللي يروح له ويقول له اني عيانه ويجيب الحاج هنا. برافو يا سيدي. نعم. انا ما كنتش اعرف انك كده. انا بس هاي يا رب انا اروح له واقول له انك عيانه واجيبه لحد هنا. لحد هنا. يعني انا اللي وصل الغريب بايديا لموته او موت عيانه. جابر لو نبى. يا جابر لو نبى ابيع من عروس. انت عارف ان في حاجة هنا اسمها جابر. ايوه عارف، بس اعمل بلاش جابر. بلاش ليه؟ بلاش جابر بيعمل لي حساسية. حاضر يا بيه انا تحت امركم، هعمل كل اللي انتوا عايزينه. برافو يا سفير، انا عايز منك ثلاث حاجات. ايوه بيه. ايوه ايوه حاضر حاضر. نعم نعم. بس عرفتهم؟ عرفتهم يا بيه. قول ايوه. حاضر. نعم. قول معايا ايوه. حاضر. نعم. برافو. ايوه. قول بقى. حاضر. نعم. ايوه. حاضر. نعم. اي جدول الضرب نحفظ. ايوه. حاضر. نعم. ايوه. حاضر. نعم. ايوه. حاضر. واول ما يتعلم المشي علمه ازاي يزرع ويقرا ويكتب. وانا هعلمه يغني. الله، اكيد هيطلع صوته حلو زيك يا حبيبتي. انا عايزاه يطلع شبهك انت يا غريب. هيطلع زيي شبهي حتى بعد ما اموت. بعيد الشر، انت بتقول كده ليه؟ خلاص مش هقول كده تاني يا تمر حنة. انا ماشي. برضه هتخرج؟ ادي ثواني. معادي جاي. ابدا يا تمر حنة، مشوار وراجع. مش عارفه ليه قلبي واخدني يا غريب، حاسه زي حاجه هتحصل. خلي بالك، ارجع، قول انك هترجع. راجع راجع يا تمر حنة. طب خلي بالك من الطريق، من القناية، من الهوى، خلي بالك من صحابك. ايه حكايتك النهارده؟ ما اعرفش، قلبي واخدني وخلاص. بلاش الليلات. وعدت اصحابي بالزياره. الليل عتمه من غير امر، السكه وحشه والضباب مالي السما. بص ما تخافيش. لا خايفة. خايفة؟ خايفة من ايه يا تمر حنة؟ خايفة من الليل، خايفة الشمس تغيب والعتمة ترجع تاني. الشمس بتطلع تاني؟ خايفة الحلم ينتهي يا غريب، خايفة ارجع غريبة وبردانة زي ما كنت. يا حبيبتي لما جيت يا غريب حسيت للدنيا بطعم، الخوف راح مني ودلوقتي خايفة، خايفة اخاف تاني، خايفة تمشي وتسيبني. يا حبيبتي انا مش ممكن همشي، الخوف خلاص نسيناه يا تمر حنة. انا عايزك تضحكي وتغني وتفضلي دايما طول عمرك تضحكي وتغني. الدنيا مليانه فرح وبهجه يا تمر حنة، واديني مهما حصل ومهما هيحصل انك تفضلي دايما طول عمرك تضحكي وتغني وتضحكي وتغني. تضحكي وتغني. اشوفك بخير يا تمر حنة. مع ألف. غريب غريب
بدي افهم انت مين اللي قالك الكلام ده؟ محدش قال، انما بالعقل كده. الغريب في خطر. الغريب في خطر؟ هيجي له منين الخطر ده؟ تفتكروا يعني عاصي هيسكت له بعد اللي حصل؟ لازم ينتقم. عاصي؟ عاصي ما خلاص راحت عليه هو والسجابر بتاعه. ينتقم ده يا ضنايا؟ ده كان زمانه وجابر، ده الغريب والاكل على الله. يا ابني ده محدش يقدر يقف قصاده. يا حبيبي افهم، دلوقتي مفيش غير الغريب وبس. افهميني انت. يا ناس افهموني، عاصي مش سهل. مش قد الغريب، الغريب قد ودوه. يا ناس لازم نخلي بالنا، لازم نفتح عينينا. يعني ايه عطوة؟ يعني الغريب بتاعنا ولازم نحافظ عليه، نحرسه زي ما بنحرس حاجة ملكنا. ارضنا، مراكبنا، عيالنا. احنا اللي هنحرسه يا نزهة. نحرسه مين يا بنت؟ ده احنا عايشين في حماه. انا عن نفسي مش خايفة عليه، وانا قلبي مطمن من ناحيته. لكن انا بقى قلبي مش مطمن. ايه يا سفروت، ما بتتكلمش ليه؟ ايه رايك في اللي بنقوله؟ ايوه حاضر نعم. يعني ايه؟ يعني ايوه حاضر نعم. نعم لما ترفصك. بقول لك ايه رايك ترد؟ مين اللي غلطان ومين اللي على الحق فينا، انا ولا هم؟ انت وهم وانا. غرجتك البلا يا اخي. انا رايح له يا رجاله. رايح لمين يا ابني يا جماعه؟ رايح للغريب. احنا عايزين نستنيه يا عاطف. هروح اجيبه ونرجع سوا. عاطف ومعاه حق، انا كمان رايح معاه كده. طب خدونا معاكم يا رجاله. طمن على الراجل. ربنا يا سفروت، ده ما انتش جاي معانا ولا ايه؟ لا 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 لا، انا قاعد هنا. غريب مالك؟ مالي ايه؟ ما فيش حاجه، انا كويس خالص. مفيش حاجه. لا في حاجه. لا مفيش حاجه خالص، انا كويس الحمد لله. مفيش حاجه. لا متغير مش طبيعي. لا انا مش متغير ولا حاجه، انا كويس خالص. مفيش حاجه، مش متغير. بس يعني لو سمحتوا عندي اعملوا معروف، بس سيبوني لوحدي شويه كده، يعني عشان انا عايز اقعد لوحدي شويه. لو سمحتوا يعني سيبوني لوحدي. انا ما فيش حاجه، كويس خالص. اعملوا معروف سيبوني. مش هنسيبك الا ما تقول لنا مالك يا سفروت. ما فيش حاجه، انا قلت لكم ما فيش. انت خايف من ايه يا سفروت؟ خايف؟ انا مش خايف من حاجه. انتوا هتخوفوني بالعافيه ولا ايه؟ انا مش خايف من حاجه، انا كويس خالص. قلقان ليه يا سفروت؟ لا ابني مش قلقان. حد قالك ان انا قلقان؟ انا مش قلقان. انا بس في موضوع مهم بفكر فيه، وعايز اقعد لوحدي كده عشان افكر. اعمله معروف يعني سيبوني لوحدي، وما تقلقوش عليا، ما تتخضوش عليا، انا كويس الحمد لله. يعني مفيش حاجه، خليك سيبوني. اعملوا معروف سيبوني لوحدي. سفروت في ايه يا سفروت؟ قلت لك انا في موضوع يعني شاغلني شويه، بفكر فيه. بفكر يا سيد، بفكر في ايه؟
متخانق مع الست مراتي. اتبسطتوا؟ عايزين ايه؟ اعملوا معروف بقى، سيبوني لوحدي. انا قلت لكم سيبوني لوحدي، سيبوني باللي فيا بقى، سيبوني باللي فيا. ايه الحكايه يا سفروت؟ قولي، ده انا صاحبك واخوك، مالك يا سفروت؟ تعبان تعبان يا عطل، تعبان. من ايه؟ دماغي، دماغي فيها قطه والده، حاجه رايحه وحاجه جايه، حاجه رايحه وحاجه جايه. بتفكر في ايه يا سفروت؟ فكر في ايه؟ فكر في العيال يا عطل. تاني العيال؟ دي حكايه قديمه خلاص، انتهينا منها. انتهينا وليه ابتدينا يا نوسه؟ سفروت، ايه الحكايه؟ مش قادر، مش قادر يا حبيبي. سفروت 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 سفروت. عم صبري استنى، عم صبري انا وراك. بينا يا نوسه. خير يا سفروت؟ بقول لك مساء الخير، مش سامعني؟ الغريب، اهلا يا غريب، مساء الخير. فينك من زمان، محدش شافك. مشغول والله غريب، بذاكر. خير وبركه يا سفروت. وصلت لحد فين يا سفروت؟ وصلت لحد فين؟ ايوه، في الكتاب اللي جبته لك وياي من البر التاني. الكتاب. وصلت لحد عصفور. عصفوره. لا والله جدع يا سفروت، انا متهيألي كده انك هتكمل علامك لغايه ما تاخد الاعداديه. ايوه، ويعينوني مستشار. الله يجازي شطارك يا سفروت. امال فين الجماعه؟ الجماعه؟ انت ما قابلتهمش؟ قابلتهم فين؟ دول راحوا لك. ايه؟ استعوقوك قالوا نروح له. يا خبر، ده المشوار طويل، انا رايح اصلي. طب استنى بس، استنى. انت عارف قبل هم راحوا من انهي سكه؟ طيب قول لي انت. انا ما شفتهمش. طيب اه برضو يمكن اعطر فيهم. طب استنى، يعني قصدي يعني هتفضل كده، انت تروح وهم يجوا، هم يجوا وانت تروح. طيب والعمل يا سفروت؟ هيوصلوا عشيتك؟ طب رحلنا تقول لهم انك انت جيت هنا؟ يرجع. لا لا لا، يمكن تقلق. مين؟ طب رحلنا. ايوه، حتى قبل ما اخرج النهارده كانت خايفه، مش عارف ليه. اول مره تحس بالخوف من يوم ما عرفتها. خايفه عليك؟ ايوه يا سفروت. قالت لي قلبي حاسس ان حاجه هتحصل، مش عارف ايه. يا سلام، قلب المؤمن دليل وطمر حن. تقول ايه يا سفروت؟ لا لا، انا ما بقولش حاجه، انا بقول يعني على بالي يعني جماعه ما يوصلوا نكون احنا وصلنا، عملنا خير لناس محتاجه خير ورجعنا. وفقنا دايما يا رب العمل الخير للناس.
مين يا سفرود؟ سعدية. سعدية؟ سعدية مين يا سفرود؟ سعدية خدامة عاصي، جريته وجاسوسته، مش كده؟ مسكينة نازلة عيني عالسلم، وقعت رجليها انكسرت. يا خبر، ما بعتش ليه جاب لها طبيب من البر التاني يا سفرود؟ ما هو بعت في طلب، انما لسه ما جاش. وبعدين جت في ودني وقالت لي مفيش غيره، هو الغريب، روح لسفرود وقول له، قول له في عرضك. لكن ده معقول ادخل برجلي قصر عاصي يا سفرود؟ قالت لي لو قادره اتحرك كنت رحت له. طيب واذا عرف عاصي؟ قالت لي اوعى تجيب سيره العاصي، لو عرف يقتلني ويقتلك. لكن ازاي هدخل القصر؟ قالت لي خده عندك في الخص بتاعك في الجنينه بتاعت القصر. طب وهي ازاي هتوصل لخصك يا سفرود؟ قالت لي جريتين يسندوني، ان شاء الله حتى اروح له وانا بصحف على بطني. لكن سعديه ما معقول يا سفرود. قالت لي المسامح كريم، مسامح كريم، وانت طيب، انت طيب وقلبك اخضر يا غريب. وان ما وافقتش؟ قالت لي ارجع تحت رجليه، استرحمه، بوز ملغته. ده الالم حيموتني، بصرخ بالالم. انت بتعيط يا سفرود؟ قد ايه قلبك رحيم، اثرت فيا والله يا سفرود. بينا، انا رايح وياك. لا لا، غريب غريب. ربنا ينجيك يا غريب. ازاي عيالك يا سفرود؟ ما شفتوش الغريب، لا ما تحلميش.
شفتوش الغريب. لا ما تصدقيش. لا 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 شفتوش الغريب. لا ما تحلميش. اوه ما شفتوش الغريب. لا ما تصدقيش. اه شفتوش الغريب. لا ما تحلميش. لا شفتوش الغريب. الخير اتكلموا لسه غايب بقاله 7 ليالي غايب يا اختي. ما كان بيغيب يومين 3 ويرجع تاني. المره دي غاب قوي. معلش يا ضنايا اكيد هيرجع تاني. اه يا خوفي. اقول لكم على حاجه سمعتها؟ نعم يا اختي. بيقول له نصاب تمريحنا ومشي. ام الخير ده مش وقت الكلام ده. اعملي معروف. كدابين. طب وانا مال؟ انا بقول لكم على اللي سمعته. وهيسيبها ليه؟ مش جاي تزعل منها يا ناس يا عالم يا هو بقى. ما انتوش عارفين هي مين وهو مين. ايه هو؟ مفيش زيه ولا في زيها. انا بقول يمكن. لا ما يمكنش. لا يا اختي ما يمكنش. بخاطرك بخاطرك. لا ما فيش ما فيش. يا نيني عيني يا مرحنا من جوه. قلبي عليك يا حبيبتي. من يوم ما راح وهي قيت على خدها ودموعها نازله. طبعا لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. امال عايزاها تعمل ايه؟ تفرح ترقص تتنطط تاخد منك قرش وتروح تركب مراجيح؟ بس يا رب هيكون راح فين. الله اعلم. سفرون تفتكر هيرجع تاني يا سفرون؟ ومن امتى اللي فات بيرجع يا نعمه؟ معلش يا سفرون انا عارفه كنت بتحبه قد ايه،
كلنا كنا بنحبه. اصبر، هيعمل ايه الحزن؟ ما عادش يجي منه. اللي راح راح يا سفروت، اللي راح راح، ما عادش يجي منه يا ناس، ما عادش يجي منه. ايوه ايوه، كنت بحبه، كنت بحبه قوي قوي، كنت بحبه اكتر من نفسي، اكتر من عيالي. انت عارف 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 ايه؟ عارف اللي جراله. لا مش عارف حاجة، مش عارف حاجة. عمر معروف ابعدوا عني. لازم تقول لنا جراله ايه يا سفروت. ابعد عنه يا عطو، سيبه. ايه ايه يا عم صادق؟ ايه انت 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 فاكرني عارف؟ ما ساكت ليه؟ بتبعد عنا ليه؟ مش عايز تقعد معانا ليه؟ تعبان، زعلان، زهقان. عينيك بتقول انك عارف حاجة ومخبي. ومخبي ليه؟ ها؟ خبي ليه؟ ايوه صحيح، هيخبي ليه؟ سفروت مننا، لو يعرف حاجة كان قال. ايوه ايوه عم صابر، قول لهم، قول لهم كلهم، قول لهم ان انا منكم، انا 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 منكم، انا منكم. Yeah.
كويس خير ما بنقولش حاجه لكن ندعي ربنا احنا ساكتين ده اللي مش كويس. طيب وهنعمل ايه؟ ده انا اللي جايه سكتت خلاص ونسيت كل حاجه. جايه تتكلمي يا اخت اللي راح ما حدش نسي. الغريب مش ممكن يتنسي. يا ابني اسكت. مش هسكت يا ابني. الجيران احسن. الغريب اتخطف او اتقتل. اسكت. وعاصي هو اللي خطف او قتل. اسكت. عايزه اجيب السيره دي بعيد عن حيينا. مش هبعد ومش هسكت. الغريب اتخطف او اتقتل. وعاصي هو اللي خطف او قتل. الغريب اتخطف او اتقتل. وعاصي هو اللي خطف او قتل. الغريب اتخطف او اتقتل. وعاصي هو اللي خطف او قتل. يا ابني الحيطان لهودان. اعملي ودن من طين ودن من عجين. ادي السماء وادي الارض. واللي يتجوز امه اقول له يا عمي. واللي يتجوز ست اقول له يا سيدي. واللي يمسك القطه تخربشه. يا ابني حد يقدر يقول للغول عينك حمراء؟ انا سفروت. انا سفروت. انا انا ابعد عني ابعد عني يا ولية ابعد عني. انا يا غولة عينك حمرة دم بتوع الشرار. يا غولة عينك حمرة حمرة عينك يا غولة غينك يا حولة غمرة. راجل انت ايه حكايتك اتجننت ولا ايه؟ لا ده انا عيلت عيلت خالص. يا راجل اسكت عيالك ملعون ابوهم. يا ناس يا ناس اللي لسه عازبه على بابا الله ما يتجوز واللي عنده عيال يخلص عليهم. تعال يا سفروت ولم لسانك. مش هلمه مش هلمه يا وليه مش هلمه. انا خلاص يا عالم مش قادر مش قادر. سكت 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 كتير لكن خلاص مش قادر مش قادر يا عالم مش قادر يا عالم. حموت حموت بالسكات. انا خلاص دلوقتي ما عدتش بخاف. ايوه ما عدتش بخاف لا منك ولا منه. طص فيك وفي عاصي وملعون ابوك على ابو عاصي. سفروت ايه الحكايه انت؟ ترجمة
تتكلم. وانت 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 كلنا كلاب، كلنا كلاب عشان سكتنا. وانا كمان كلب. أكبر الكلاب. أكلب الكلاب. أنا مستاهلش. مستاهلش. عشان خنته. خنته. هو علمني القراية والكتابة وأنا خنته. عمل مني بني آدم وأنا خنته. خنته ده كان هيعلمني لغاية ما أخد الإعدادية وأتعين مستشار وأنا خنته. أنا اللي سلمته بإيدي لعاصي. أنا اللي سلمته بإيدي لعاصي. أنا كلب. انتم كلكم خنتوه عشان سكتنا. خفنا وسكتنا احنا السبب. هيكون لمين غير عاصي؟ وانا معاك يا تمر حلمي. وانا معاك. وانا معاك. وانا معاك. وانا معاك. وانا معاك. وانا معاك.
فين الغريب يا عاصي؟ فين الغريب؟ فين الغريب؟ فين الغريب؟ فين الغريب؟ فين الغريب؟ انتوا مين؟ احنا اهله. احنا اصحابه. عايزين ايه؟ فين الغريب؟ معرفش. معرفش. كذاب. ايوه كذاب. بص معرفش. انت كذاب. انت عارفه فين؟ انت عارفه فين بالظبط؟ انا اللي وصلت لك الغريب ده لغايه القصر بتاعك، وانت خدته قبط عليه. وديته فين؟ قتلته؟ سجنته؟ قول لنا وديته فين؟ انا خلاص ما عدتش بخاف، وهم عيالي عندك اهم، خدهم كلهم ارقشهم اذبحهم واعمل فيهم زي ما بدالك. لكن قول لنا فين الغريب؟ فين الغريب يا عاصي؟ هقول لكم كلكم. الغريب انا قبطت عليه وسجنته في قصري في الضفة الثانية. للشمس والهوى والعيد والسهر.